نهاية مسلسل كريستال تغضب الجمهور وتدفع الفنانة أحلام إلى اتخاذ قرار قطعي. فما الذي جرى في الحلقة الأخيرة للمسلسل؟ المشاهدون مستاءون ويفرغون سخطهم على منصات التواصل الاجتماعي، فقد كانوا يتوقعون نهاية مختلفة عما شاهدوه حسب وصفهم. النهاية كانت قريبة من نهاية النسخة التركية حرب الورود، إلا أن متابعي المسلسل لم يعجبهم سير الأحداث وختامها. الحلقة 90 من المسلسل أخذت مساراً حزيناً، وذلك بابتعاد جواد الذي أدى دوره النجم السوري محمود نصر عن فاي التي أدت دورها الفنانة ستيفاني عطلة، بالإضافة إلى إعلان عليا التي أدت دورها باميلا الكيك إفلاسها. من بين مشاهدي المسلسل كانت الفنانة الإماراتية أحلام، والتي انتقدت النهاية ووصفتها بالسخيفة، فيما قررت عدم متابعة مسلسلات أخرى مؤلفة من 90 حلقة.